الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح علينا أبواب رحمته، وأن يغفر لنا ذنوبنا، وأن يرزقني وإياكم أولى الأمر وحسن الخاتمة. إن جئت الله جمرة سبحانه إن ياجي ما جمع كسلي وانا النبي جاء الله محمد صلى الله عليه وسلم كان كوي كل يجي مكو إسحابا بمكو يجيب بيفل مكو يا الله وتمن أمبه الله ثبت من الإسلام جوهنا بل من مدينة بطن من يا رب العالمين يا الله سبحانه وتعالى أدفا من كل دنيا الدم مؤيره أنقرتي درس من دفتر من ياتاني اللآل البهية شرف صحيح الآداب الإسلامية نقول أن كي درس من نوغا سجياني هندكو درس من بطو وشفنتتي نقول أن كي دم النيديج كوركا أن در إن نيديج هنغارتن كي نيدي مبتوري سبو إجيري دي إن نيديج كوركا إن يجي مع الله جمرة سبحانه وتعالى الله ودي من الصواب إن ون الاجتهاد في العشر الأواخر حديث من بطل وتمد رئيسة فنجاتة إجالي إلا ودفتر. ففي الصحيحين أن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. قال حديث نلا صلى الله عليه وسلم عائشة صفتون وورنا ونلا دلاتي نوم سسبت كورك سكت بي ناتي إذا دخل العشر دون أشهر الأخير شد مئزره دون أحب سكار مكهاتير فلتكو دادو فلتكو تنو إدب الله وأحيا ليله وورتنا جمعو وهبنا إجمعوا نافلاج وأستدوي وأيقظ أهله وفندنا يمقل مكو إمنا بيقول وفندنا بيؤمن جمع بدواء الله كنين لا دورنا إديد وصف وسكت سنقري حديث بطا وتامد رئيسة فالإجاني روى الترمذي وقال حسن صحيح غريب أن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أبين لا دولاتنا يجتهد في العشر الأواخر أو تنطن إبال صف وكوارك سكت ما لا يجتهد في غيرها كو تنطن وكو يكو جيدا إمون كو تنطن وكو يكو جيدا إمون ودن له كهدي سيجر إن الله صلى الله عليه وسلم أفامده فام نتمن قادي فو إن جاءكو فامتن إليه وهدي سيجر استهباب الإكسار من العبادة يمراد wande hullude no yida hebbinde de be Allah e balde sappo sakket liwdo korka ina hen kadi istihbabu iqazil ahli li qiyamil layl yida de kadi findinde yimbe galle mun yo ngimmo njula jamma ina hen kadi fadilatul ashril awakhir min ramadan ulal de do balde sappo sakket no wadde ko huune ne ganduda eden paama e de do hadiseji sappo e jeetati woni hudum ene diji korka ومن كويته الاعتكاف الاعتكاف كو نيدي جكورك جيا نيدي جكورك نجيا هن الاعتكاف الاعتكاف ودوم نيبد جماعة ونيبد هن كو دفتاد ونكو رود الله جون رادو سبحانه وتعالى حديث البطوة وتامدر شفان جيانا يديدي ومن ففي الصحيحين عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفامده فرد زكاة الفطر من رمضان على الناس ساعة لنار صلى الله عليه وسلم وفر لي زكاة الفطر وني أسكى المد أفامده إليه ذكارك وفر لي أم أيم به أها ساعة كمود مود وني كويلتين تي ودد أم ده إلى هل من أم ده ونكن إلى صلى الله عليه وسلم يميري ود ساجي اعتكاف ان الشر ان بل سب كور كسكت ان جوغي كدي اودال مانغال نو في افاميده ني ونو كدوم ادات ني دو هوودي الي تو غالي ان جي سبوجي غادنوجي ني دو هوودي اي اودو جاما بوتو مويده اي جاماجي
wadda kadi ma en pam ko wi'ete zakatul fitri dum kadi ko huude ne ganda ko nera sallallahu alaihi wasallam waddi ne yimbe mudu famide mudu wadi hodum mil'u kaffayi rajulil mu'tadil juude dide so gorko rindini juude mun dide famide taw ko gorko poddo mawnani ha burti o famdani kadi ha burti ko nokkata ko dum so yippi gotil ko dum woni famide mudu labi mun nay ko dum woni ko iddate famide sa dum woni mudu hore ittate ko labi mun nay min tamrin foti ko tamar wala awsa an min sha'ir wala mudu li gawli meteni sha'ir o waddi dum ala kulli hurin e kala dendangal dimo aw abdin zakar wala matud zakarin aw unsa jomun woni gorko wala ko debbo fo min al muslimina e julbe sukalel mawdo fo ina waddi dum e ko naftorden o do hadith wujubu yidede waddagol zakati askal al fitri woni waddagol askal mudu ala kulli muslimin e kala jul saghiran kana aw kabira foti ko mawdo wala ko toko zakaran kana aw unsa foti jomun ko debbo wala foti jomun ko gorko wala ko debbo dimmen gira eden paama la yajuzu ikhraj zakatul fitri dagata ko yaltinde zakatul fitri qima dum woni ko o yaari kanko woni yaadube ina dagi faamide kono buri haande ko yaltinde dum e ngura woni wiiba non basi ala hin kasum lam to ngura da ulama al mutaakhirin en faamide kono non woni wiiba kadi ngura tan foti itteede إن شاء الله دون كم إنا بدي هذا سير كون جم دفتر أو كم يار أفهمي ده قد أقطها كون نت ويل كنا زكاة الفطر جودي كاريس دقطها كألا كون غور تنجيل تينتا ذي به أن كذي إنم فاهم أي حديث من أخرج زكاة الفطر قيمة فإنها لا تجري كلا جيل تين دقيمة زكاة الفطر ون يل تين كاريس يل تين أني جور أمارة كغورا كو دون يوناتا دون نائب نجلك سماحة الإسلام كن يقول الإسلام وكماله يتم قول الإسلام حيث يحرس سبيل الإسلام إنا يريد على تآل في القلوب يوو ونرد برده إن شاء الله دمال من كفار كورك كدو ونفهادي إن شاء الله جوني صلاه جوم رب سبحانه وتعالى جبي نغارن دمال غنغل وني دمال بطوال سبوي غوو اندادو دفتر نوني دمال آداب الزكاة والصدقات نديجي جكا نديجي صدقوجي كون نبدا إنا سكو فف نغال دو دمال نغارتن كون نوني كون جنغتن هين نسأل الله التوفيق اندار نغال دو دمال كفادي صدقوجي كون غارتن جنغو بيدن وني دمال من سبوي غوو ما إن جنغو هين صدق جغته كسووني فغودو دغينو ما انغار هين كدي صدق يوون كو بودي لابيده اي جاودي يوون هين كدي كو ويته كو جكا واتو يابو ها وقتو من يوت ما انفام هين نيدي فد ركيري جكا ولا صدق كو جكا يوتو ندكير دادوم كو ويلهدي فيتانوما واسه كدي ما انجمي هين واس ياباده اي يلتينده جكا كفادي اتشنكال من ما ينفام هين كدي أفاميدي أن لا يبطل صدقته بالمن والأذى وتنب بني الصدق من وجد يمب اتفرلو دي يمب اخونا دي انجد ما انجار هين كدي وجد صدق من سبع الله ما انجار هين ودي سود دي صدق ما انجار هين سو تبي يمب اينانجو دي بيانو سا فنينا نستك تاكو تاكو فنينا بل ما اينا تاكو دوم دو فف اكو جيدا يون ما انجنجو دوم انجال دو دمال سو الله جومي رال سبحانه وتعالى جبي آداب الزكاة والصدقات دمال من سبوي قو انبيدن كو نيديجي كو بياتيكو جكا نيديجي كو بياتيكو أفاميدي صدقات كو بياتيكو زكاة أفاكو نسيب مقدر شرعا يؤخذ من الأغنياء فتردوا إلى الفقراء والمساكين كو جدال نغاندو دا سينا عندا فد منتو بني سريا جكي إتا يألوب خوكي واسب مسكنا دال بل ما إنا هبه إرندو الإسلام لونو الإسلام أريكو إحبده إمسكينا قال الله جوم راد سبحانه هالي إدفتر مكو وبي يا أيها الذين أنفقوا من إيبات ما كسبتم لونو نونكو بيتاكو جودي لامني كو أدي ففتبر من أدن إنيدي غدن إنيدي صدق إنيدي جكا يو صدق مو تشكو تدا أو إجكا مو أدوار أو فف يو تاو جودي ماني كو جودي لامني تاو أنفقوا نفق من إيبات كبودي لامني ما كسبتم كو بقيت دون كو بقيت دون كو لابي كو مدى شهر شكو دون دون أفضل وني من جيد أموالكم وأصلها كبودي مجد جودي من كبودي هين دقاد كبودي هين مجد أفامده يأمبام وني من طيباتي ما كسبتم
سنغري حديث من بطوو تيمدري اشفند جنا ايتتي رواه مسلم في صحيح عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ايها الناس ان الله طيب لا يقبل الا طيبا وان الله امر المؤمنين بما امر به المرسلين نلاد صلى الله عليه وسلم وخذ بنا قوت اليم بأويب إيهي من يم إن الله طيب الذي إن لابي إن سني أكل دندان أي باجي أسوغ الفف ألا إن سني هان غندون الله جوام راد سبحانه وتعالى لا يقبل وجبتها إقل إجابتها إجاودين إلا طيبا سواناك ولابي ونغند أيان وعلا هان هاو تاري على هان جري بنوجي صدق فف على هان أفامده توك جودي ما لام نبين شر وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين كألا يمري جول بكو هنو منتن ونكو يمري أفهم ريجيم ابن غندو دا كو هنو منتن ونكو يمري النباد وفي يا أيها الرسل إهي منولاب كلوا من الطيبات وعملوا صالحا نياميكو لابكو دقي نقول لكو مجي إني بما تعملون عليم منكم قول لتنكو أمد أندي وهبتي وفيك لألبي يا أيها الذين أمنوا إهي من جول بأنن كلوا من طيبات ما رزقناكم نياميكو لابكو دقي أكو من غرسو كينمون ثم ذكر رجل سيدنا صلى الله عليه وسلم وجنتيه مثال وأدي غوركو من غندو دا أشي أسا سكونو سلنينينو ليبو الفوي إنا بانجي دو ياسا كانو وداكا هيهوني أغبار فردو دونو فيبي أو فرد إنا وانو إيوكو يدنغل جوتنغل يمد يديه إلى السماء أو ورت جود مكو فادي دو أسمان وندى الله جوام راد سبحانه وتعالى تاو أودو غوركو مدعمه كالكو نعمد كوفف حرامن كوك هرمي أفامي ده تاو كو نعمد كوفو كوك هرمي كوك سري الإسلام هرمي ومشربه كو يرد كوفوك الكهون هرمون فأنا يستجاب له نلاد صلى الله عليه وسلم وبي خنا أدو جابرته ودي سأتوي أمباني حديث أدو تندن من في الجن يم بنفوده يكبر مجد جود يالي نفقا دوم إلا ود الله جوام راد سبحانه إم من قلوان هدوم يمر دي يم يولبين قل مؤنفف مبجر دي سبو ألا مباس ودير سبو هاي قواتو التحذير من الاختلال بكسرة لا عبادة مباسا هوم تراد بات عليه بدر ألا مباسا دوم هوم تراد إن هان كدوكو بامتا التحذير من الإنفاق من الحرام إن الرين تين من كالنفق دي هرمي إن هان كد وجوب اتباع الرسل وطا دي يم أدو دي نورا بن يم تين دومين الحس على العمل الصالح إن تندن من كده الجند من يقول له تقول له ماجي أكل الحلام يعين على عمل الصالحات أفهم يقول له تقول له دقيق إن ولا نقد ولا نعم نعم دقيق إن ولا نقد إيوه تقول له تقول له ماجي أكل الحلال أو نعم دك دقيق يعين على إجابة الدعاء إن ولا يم إجابة نادي الدعاء إن جاي كده سبب وجه واسع جاب يد قول له نقد واسع جاب يد الدعاء ونقد وند نعم وقهرمة توزور الله سبحانه وني وني سبحانه الله جمرا سبحانه لا يتقبل الله لا يتقبل الله من الأعمال إلا ما كان خالصا طاهرا الله جبتها قل سوونا قل للعبد سوونا قل لنغناكو قل لشنيد شرعي نيد فل فل نقول كنغودي ندى ويا رب يا رب اندو إن مجباس على هين الله جمرا سبحانه وتعالى كريم فامهن ويمري ببفف يوانيام كدقي يونغل له قل يونغل قل لنغناكو قل لمجي أفامده ريهان نلاد فامني ما وادو حديث دنگال جيا كو سباب نغان دا ان ودا جيك سادو ام هين دعا وما جابر ادم فام هين كدي لسلي فوت غولي ان باب ييمبه مون تو بانغي نياوجه سريه الا ما قام الدليل انه مختص بهم سواناكو دليل هولي دوم دوكو ان باب هيرني كو هيدي كو فوف كلا كو هيرناك ان باب ادن مبه فوت هين كو جميرا رفت هين كدي اثبات صفات الكمال لله تبتند افامده صفات تيمال ودند الله جل وعلا سبحانه تبتند كدي صفه على الله جل وعلا سبحانه هونو كو هاندي مانغو ماكو كانكو الله جل وعلا سبحانه وتعالى ما ينفهم كذي صفاتي الله جل وعلا سبحانه وتعالى إن هي طيب وني الله كل عبد إن جاءك صفات ما كويت طيب وني العبد وني العبد من عند أشيني دو قد تي دو كلا دين نعال كلا أستقول كلا أي باجي فوف ينفهم هين كذي تبتين الصفة طوال الله جل وعلا سبحانه وتعالى من دو فوف ينفهم دوم أوره حديث من جود إن إمون إن شاء الله إن يديجي الصدقات
أفامدي جكاج صدقوج نيدي نيدي إملي ونهدوم أن تكون الصدقة من أجود المال كتشاك صداكو يوجي كبري سبعيد جودي ما أفامدي وتهكك ألبيك إلا أن تغمدو فيه كون غندو دا سارك كامدوم إجابتا سنا ميرنا نجيتون ما كون تمينو دا نيربينو دا تشاكا لونو أجدان دوم حب الله جمرا سبحانه وتعالى كدوم أهالي أوي ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد الذي ولا تيمموا الخبيث وتطاند سديك سبك كجاسك وداك بركة كنغنشدن كإلدن كأنجدك منه تنفقون نفقون دون جتون دون جكا جتون جكا كو انجدا كو بوجنجل دوكيل لفتنجل افاميدي نفون تاجكون لاتيل دوتينجل افاميدي بوجنجل ها لابنجل غندنجل اي فتشونجل يوان دوكونجل على وتمبر ينون اي كون غاندو دا ولستم باخري حيث جبرا منغول نيامان اونجباتا غول جغود تلمان غول وي صبد الا ان تغمدوا في سوانا ميرنون هي غيتمون واس دي ييود غيل دونا وي جاسني سارو كام غيل كوما نيربينا دا تومينا دا غيل كاي واتو جاب اوكود غيل ييمبا جاكا دون كاي ادي وانا هود سيلور او الوي واعلمون غاندي ان الله هو الله غني او جندني اغا صدقوجي مون حميد كو جتا دوليد أسمان أدونا إلى خرفوف أي أدونا إلى خرفوف الله جوم ذات سبحانه وتعالى وبيكري لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون أبدا أن كبتا إجاري أفامدين لأنه سيما البر دونك كونغون غندو دان إنغو ريندين كالا دينداغ الجيس موت يرفوف فاني تادوكو براجي أفبراجي الله الجنة أمبابا يبدو دمدو أفامده حتى تنفقوا ها شكرا ما تحبون كنجدن حتى تنفقوا مما تحبون أفامده ها شكرا يكون غندو دا كنجدن كنجدن منكو ما عندكونا هنومون وما تنفقوا من شيء هاي هون أمبابا نفقوا دفتي هيبي ولا فمدي ولا فدي فمدي ولا هيبي صواناته فإن الله به عليم الله جوم راد صبح هذا هو وتعالى إنا أنجدون سنغري أحديث أري صحيحين أن أنس بن مالك رضي الله عنه أبي كان أبو ضلها ودو أبو ضلها رضي الله عنه أكثر الأنصار بالمدينة مالا أنصار ينكو بوانا بالمدينة ففقن كبير بيادو جغاد أفامد جودي من نخل أتمراج وكان أحب أمواله إليه كان جودي كو جغنونون وبره يده وهدون وبره يده أو جغن وسردين غوتو افاميده بوداي ها او ويته اون بورنو ييد وكانت مستقبله المسجد او حچينو اسر جمان لاد لا صلى الله عليه وسلم كان يدخلها ويشرب من ماء فيها لاد ان نات او دو سردين اسفاي بوندو هي يال غوني يال ديام غوندام تو ديام بلدام ديب قال انس وي فلما انزلت هذه الايه دين او دو ايه لي ولن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون ابو ان ديغير افاميده سوانا نفقن كبرد ويدكو أبو دالها وبين نادو صلى الله عليه وسلم إيهي ما نلادو منني أودو آي كون أندو وإن أحب أموالي إلي جودا فوقودني كم كزردين كم قندو تبيتي بريحا أو وني بيروحا وبي وإنها صدقة لله أودو زردين مهكي مصابو الله أرجو برها مرجورتي ديگر مكو زخرها إندس مكو إند الله تبني الله جوم راد سبحانه وتعالى فدعها يا رسول الله إيهي ما نرى صلى الله عليه وسلم جقو أورو سردين براب حيث أمرك الله تو الله جمرا سبحانه وتعالى يمرما فقال رسول صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم يكوبي نلا دوي بخين بخ سويام بخ فرتكو كونغون غندو داسا كاتو دي مانتواري كاري كاي ملا ممجيني كدوني بخين بخ ذاك مال رابح دون ديكو جودي ملاني جودي ماكو جودي غنيد ذاك مال رابح دون ديكو جودي غنيد وقد سمعت ما قلت منني كمبيدا وإني أرى أن تجعلها في الأقربين من نجل مسردين أو أسكي ما مقيو مسكين بقليب أو بيندوك أبود الهوي أفقد يا رسول الله بدأ وإيه ما نلاد فقسمها أبود الهوي في أقاربي أبود الهوي فتدون كريجمون وبنو عمي أفامدي إبب أبب 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 أ
وفتني لو جودي كنكو أبو طلحة كني ونو كاري سراغل صحباب النبي جو محمد صلى الله عليه وسلم هم وني أبو طلحة بون أبو طلحة زيد بن سهل بن الأسود بن حرام الأنصار النجاري أو النجاري المدني أفامي مشهور بكنيته وصوب ولم يكن يدعو كن دين للليل وجاءك إمام صحابة نلاد صلى الله عليه وسلم الأقبة وتوانوام وتوانوام بدر مشاهدوه فف وتوام وضعك وجاءك إيمب بنغاندا قلب الأباد كانك وني جوم قال من أم سليم وني يمن أنس بن مالك رضي الله عنه وكان من الرمات المذكورين وجاءك إيمب بنغاندا أفامي واب لانين فيه أفامي قتل يوم هنين ولا قتل يوم هنين 20 رجلا نين هنين دي اول دي واتل اوليه النواغاس كافير وابلا يوم اهد بلاء اذيمة وجارب من ين اهد بلاء موض وسلت يده التي افامل وقع بها النبي جنغ ومكن قرين رنو النبي جنغ صلى الله عليه وسلم وحبران قوض جنغ ها جنغ ويوري قص ها جنغ وبني انسوي عاش بعد النبي ويوري شغل نلاد صلى الله عليه وسلم ابو طلحة 40 سنة فد دوب شفان اني لم يفقر فيها وابدا وتجانهم كورك هين يلام غوت الا يوم اضحى الا يوم اضحى وفدر سوانا نلام جل كورك جل تاسك غسي وكان في ايام النبي جنيل نرا صلى الله عليه وسلم وسا وهي وانا هورد سبو اونسا وسخلير نوكو كورك اونسا وسخلير نوكو جهاد وما يكون سنه 51 يتاني شفان جوي غوبر نكتفي بهذا القدر والحمد لله الذي بني مسيرتي الصالحات.